عندي السكر ومش مكسوفة وفخورة بنفسي في كل الأحوال، وحصل لي مضاعفات مش لطيفة. داليا مصطفى أعلنت إصابتها بمرض السكر، فيا ترى إيه اللي حصل معها؟ اتصدرت الفنانة داليا مصطفى ترند على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت بعد إعلانها إصابتها بمرض السكر وحصول مضاعفات ليها بسبب المرض. فبعد اختفاء فترة فجأة داليا الجمهور بأنها مريضة سكر، فيا ترى إيه اللي حصل لها وإزاي شجعت الأطفال إنهم يتعايشوا مع السكري؟ الموضوع بدأ بصور جديدة نشرتها داليا ليها مع أختها. ظهر في الصورة داليا وهي مثبتة جهاز قياس السكر في دراعها وهو السنسور، ومن هنا الجمهور بدأ يسأل إذا كانت مريضة سكر ولا لا. مش بس كده، ده كمان الأمهات بدأوا يطلبوا من داليا أنها تطلع وتتكلم عن الجهاز وعن تعايشها مع السكري كتشجيع منها لولادهم اللي بيعانوا هما كمان من مرض السكر وبيكونوا مكسوفين من أصحابهم. وفعلا نفذت داليا طلب الأمهات والجمهور منها ونشرت فيديو تتكلم فيه عن إصابتها بمرض السكر وتعايشها معاه. نشرت الفيديو وعلقت عليه وقالت: أنا عندي سكر ومش مكسوفة خالص، يمكن ربنا عمل كده علشان يحمينا كلنا من شيء أخطر وأكبر. الحمد لله على كل شيء وفخورة بنفسي مهما كنت. سكر نوع أول. وبدأت داليا تتكلم في الفيديو عن إصابتها بالمرض وتعايشها معاه علشان تشجع الأطفال، وقالت: صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير كلكم. أنا كنت منزلة صورة أنا وأختي وكنت لابسة جهاز السكر في دراعي، كنت بتصور عادي، وبعد ما نزلت الصورة لقيت أمهات كتير شكروني أني نزلت الصورة بالجهاز لأن ده إدى ثقة لولادنا المصابين بالسكر. وأنا بحب أقول لكل حبايبي الصغيرين أو الستات اللي بيخافوا يلبسوا الجهاز ده عشان خاطر الناس وكده، بقول لكم مش مهم رأي أي حد فيا، الجهاز ده ريحني وأنا سكري كان بيوصل لـ8، حصل مضاعفات مش لطيفة، أنا عندي سكر ومش مكسوفة خالص، يمكن ربنا عمل كده علشان يحمينا كلنا من شيء أخطر وأكبر. الحمد لله على كل شيء وفخورة بنفسي مهما كنت. اتفاعل الجمهور مع الفيديو اللي نشرته داليا وبدأوا يشاركوها هم كمان معاناة ولادهم مع السكري، وإنهم مش عارفين يتعاملوا مع الجهاز ويتكسفوا منه قدام زمايلهم. فكتبت متابعة لداليا: ألف سلام عليكي وربنا يشفيكي ويعافيكي، شكرا لاهتمامك بتعليقات الناس، إن ولادنا بيتكسفوا منه، بس زي ما في ناس بتتكسف منه في ولاد صغيرين تعبوا جدا من كتر الشكشكة لأنهم غير قادرين على إنهم يشتروا سواء هو أو المضخة. أكيد حضرتك عارفة اللي إحنا محتاجين نتكلم فيه، ودي فرصة إن في حد مشهور ومعروف هيحس بينا وبوجع ولادنا. إحنا محتاجين حد يتكلم ويقول إن المفروض الجهاز ده يتوفر بسعر كويس لولادنا لأنهم فعلا تعبوا شكشكة في أطرافهم لدرجة إنهم ما بيعرفوش يمسكوا القلم. داليا كانت متفاعلة مع كل تعليقات المتابعين وبقوا مستنيين منها الفيديوهات الجديدة اللي تقدر تتكلم فيها عن المرض أكتر وتساعدهم وتدعم ولادهم بإرشادات صحية معينة بتعملها. فيا ترى داليا مصطفى هتكون دعم فعلا للأطفال اللي بيعانوا من داء السكري ولا هتبطل تتكلم في الموضوع؟